زيادة على شغلة، زيادة على شغلة من ضمن اللود. يعني احنا كيف نسيب الفترة أقل رح تصل الوقت لدي بالنسبة؟ باهي يعني أنا أرى في كلية اللغات لكن راهو ذو خصوصية خاصة. يعني في كلية اللغات يعني لغير الناطقين باللغة العربية عندما منهج خاصة عندها في خصوصية أيوة. يعني نحن نتفق الآن إن على مجالس الكلية تم الاتفاق على أن تصوت التوصيف هذا خطوة ثانية توصيف المنهج يختلف نعم نعم لا بالنسبة لجامعة محمد معالي السنوسي تدعوكم إن شاء الله العام القادم المعرفة سواء اللغوية أو العلمية حتى أقول لي رأيي مباشر في هذا أنا داعم للعلم والمتعلمين وأنا يعني مؤمن إيمان كامل أن بلادنا سواء ليبيا ولا البلاد العربية ولا البلاد الإسلامية كلها مرتبط تقدمها وخروجها من هذه الأزمات في بناء الإنسان بناء الإنسان لا يبنى إلا بالعلم أنا بحاجة إلى بناء رجال بناء الرجال في الجامعات الجامعات ليست يعني الإنسان لا يبقى إلا جامعة مرة واحدة إذن المناهج تبدأ من الصفر إلى المدرسة والعائلة الإعدادي الثانوي ثم الجامعة حتى يصل إلى جامعة وهو يعني عنده يعني باك جراوند زي ما يقولوا خلفية جاهزة للتعليم وبإفادة تقدم إلى لجنة الرحمن الرحيم أسماء فرج تربح من جامعة محمد بن علي السنوسي كلية اللغة العربية عقد على هامش مؤتمر ابن جني الدولي في مدينة طبرق في فندق دار السلام مؤتمر يضم أعضاء هيئة تدريس اللغة العربية في أقسام رؤساء الأقسام على مستوى ليبيا إن شاء الله وهذا المؤتمر نقش فيه توحيد مستويات كليات اللغة العربية وأقسام اللغة العربية أيضا النظام المدروس هل هو يكون نظام فصلي أو نظام سنوي أيضا الوضع المدقق اللغوي في هذه الأقسام